اخواتي وحبايبي اللي بحبهم في الله، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل بسكوت التمر، حاجه كده في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه احسن من الجاهز بمراحل، حاجه كده في منتهى الجمال. لما تجربيه ان شاء الله تعتمد الطريقه وتحبي ان انت تعمليه على طول في البيت، وتحطيه للاولاد كده في لانش بوكس، او تقدمه لهم مع الشاي بلبن، حاجه كده في منتهى الجمال. هم كمان من حلاوته وجماله هيطلبوه منك على طول. يلا بينا نسمي بسم الله ونكسر الصلاه على الحبيب ونخش على الطريق. اول حاجه انا هنزل بثلاث بيضات، بس انا مشتغله النهارده بثلاث بيضات عشان ده كان بيض بلدي وحجمه صغير. انت المقدار بتاعنا هتنزلي بيضتين عادي خالص. نزلت كمان عليهم كده بكوبايه الا ربع من السكر، وممكن تخليها كمان نص كوبايه، لان احنا لسه هنحط في البسكوت معانا عجوه فهي مسكره، فممكن تنزلي بنص كوبايه بس من السكر. هننزل كمان معانا باكت كده من الفانيليا بالبرتقال. عايزه اقول لكم فانيليا البرتقال دي ريحتها في منتهى الجمال، في اي معجنات او مخبوزات او كيكات بتعملي بيها تبقى مخلياك اكنك كده قاعده في فرن المخبوزات او الحلويات، حاجه كده في منتهى الجمال. معايا هنا كمان كوبايه الا انا كانت دي كوبايه خليط سمنه على زيت، انا نزلت بكده كوبايه الا ربع وكان المقدار مناسب جدا. وكمان بعدها بثلاث ايام عملت برده نفس البسكوت لما الاولاد طلبوه تاني، ونزلت بس بنص كوبايه نص خليط من السمنه على زيت، وكانت برده جميله جدا والمقدار كان مظبوط مليون الميه. لو انت حابه ما تنزليش بربع كوبايه الا ربع وتشتغلي بس بنص كوبايه، مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي معايا ده نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه كبيره من النشا، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وذره ملح. مش هنزود البيكنج باودر بتاعنا في البسكوت علشان ما ينفش معاكي ويبقى شكله مش لطيف، فاحنا هننزل بس بمعلقه صغيره كده من البيكنج باودر. نزلت كده بحاجه بسيطه كده من المقدار بتاع الدقيق، وخليت كمان كوبايه على جنب كده، لو احتجتها هاخدها، ما احتجتهاش يبقى خلاص معايا. وهنتابع العجينه مع بعض كده. انا نزلت بحوالي زي ما قلت لكم كده حوالي 3 كوبايات من الدقيق، وكان المقدار معايا مناسب جدا. يعني انا خدت كده من النص كيلو من الدقيق خدت حوالي 3 كوبايات وربع من الدقيق، وكان المقدار مناسب، لان طبعا انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع لتاني في شرب السوائل، وانا مستخدمه النهارده كان دقيق متعدد الاستخدامات. تاني حاجه حجم البيض بيختلف، ممكن انتوا تحطوا حجم البيض كبير، انا كنت نازله زي ما قلت لكم ببيض بلدي فكان حجمه صغير جدا، فانت لو هتنزلي ببيض كبير ممكن ياخد معاكي النص كيلو دقيق كله، انما لو هتنزلي ببيض صغير او هتشتغلي مثلا بنص كوبايه بس من السوائل اللي هي سمنة على زيت، فهتنزلي بالدقيق تدريجيا لغاية ما تلاقي العجينة لمت معاكي وبقت بالشكل الجميل دوت. طبعا هنا انا جيت هعمل لها اختبار، فلقيتها لسه بتشبط في ايديا كده، هغسل ايدي علشان اتأكد من العجينة ان هي مظبوطة ولا لا زي ما انتم شايفين. وعملت لها اختبار كده لقيتها معايا ما شاء الله جميله جدا. احنا مش هنضيف اي سوائل خالص، لو لقيتيها بتشبط معاكي او اي دقيق هي حراره ايدك هتوصلها للقوام المظبوط كده زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مش حاطين خميره ولا حاجه، ده بيكنج باودر هنشتغل فيها على طول. جبت بقى معايا الصينيه اللي هندخلها الفرن زي ما انتم شايفين كده، دي الصينيه اللي هي الكبيره في الثلاث صواني المستطيلات او اي صينيه متوفره عندك، فدي كانت مناسبه جدا لحجم البسكوت زي ما شفتوه معايا في اول الفيديو. نيجي بقى لطريقة التشكيل بتاعتنا المميزة جدا واللي هتعجبك جدا وهتوفر عليكي مجهود كبير جدا. اهم حاجة هناخد كده نقسم ان احنا نقسم العجينة لنصين، وهناخد النص بتاعنا الاولاني ونبدأ ان احنا نفرده معانا في الصينية بتاعتنا كده مرة واحدة. يعني مش هتعملي قطعة قطعة وتبدأي تحطي فيها الحشوة وبعدين تقطعي وترصي، لا احنا هنعمل الحشوة بتاعتنا كلها مرة واحدة، وهنفرد معانا العجينة كده على مرتين. اخدنا نص العجينة هنفردها في النص كده من تحت زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، وكمان بعد كده هنحط الحشوة بتاعتنا ونرجع نغطي النص التاني العجوه بتاعتنا كلها مره واحده. بنعملها معامله كده رقش الصاج الواحد. لو انتوا شفتوا الفيديو قبل كده اكيد شفتوه على اي قنوات تانية، او شفتوه انا عملته ونزلته قبل كده شورتس وفيديو كامل بالطريقه دي كده. واهم حاجه يكون العجينه كلها ارتفاع واحد، ما يكونش حته عاليه وحته واطيه عشان يطلع معانا البسكوت كله ارتفاع واحد او سمك واحد. الحشوه بتاعتنا الجميله نزلت عليها كده حوالي بنص معلقه كده من السمنه اللي كانت متبقيه معايا على العجوه بتاعتنا، وبعزز الطعم معايا كمان كده للاولاد بمعلقه كمان من السمسم بالشكل ده، وابدأ ان انا اطريها معايا بحيث ان هي تتفرد معايا بكل سهوله وما تعذبنيش في الفرد بالشكل ده زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تجيبي نوع عجوه يكون كويس، لان طبعا انتوا عارفين ان العجوه دي بتختلف وفي منها انواع كتير في عند العطارين وفي السوبر ماركت، فانت حاولي ان انت تجيبي نوع عجوه يكون كويس، لان انتوا عارفين في ساعات بيبقى فيه عجوه اللي هي المنسوله ديت او الجاهزه بيكون فيها نسبه رمل، فحاولي ان انت تجيبي نوع عجوه يكون كويس. فردتها كده بالطريقه دي كده بين كيس التلاجة، بيوفر عليا وبيسهل عليا كتير كمان. خدتها بشكل عشوائي كده ان انا اشوف المقاس زي مقاس الصينية زي ما انتوا كده واخدين بالكم، وبعدين كده باخدها واحاول ان انا احطها بقى كده على نص العجينة اللي انا فردتها بالطريقة دي، فبتطلع معايا بالطريقة الجميلة ديت. وكمان زي ما قلت لكم ان كيس التلاجة عليا هنا بيوفر عندي وقت ومجهود، وكمان بيسهل عليا ان انا احط الحشوة بتاعتي الجميلة دي.
بالطريقه دي كده طلعت معايا مظبوطه بفضل من الله. نبدا بقى ناخد نص معايا العجينه الثانيه بالشكل ده كده، وابدا ان انا افردها برده بنفس الطريقه بشكل مستطيل كده. لو انت حابه كمان ان انت ما تعمليش في صينيه تكون مستطيله وحابه تعملي في صينيه مدوره، مفيش اي مشكله خالص. المتاح والمتوفر ليكي واللي انت حابه ان انت تشتغلي بيه وتعمليه مفيش اي مشكله. اهم حاجه تكون الفكره واصله لك والطريقه والمقادير تكون مظبوطه معاكي، وشكلي واشتغلي زي ما انت عايزه. بالشكل ده كده فردتها، وببدا ان انا انزل بيها كده على العجوه. بغطي بقى معايا الحشوه الجميله دي. اهم حاجه نقسم العجينه تكون نصين مظبوطين، بحيث ان تحت زي فوق يطلعوا مظبوطين. طبعا ان شاء الله كل المقادير هنزلها لك في صندوق الوصفه. لو انت حابه ان انت تعملي كيلو من الدقيق وتضعفي الكميه وتعملي صينيتين مفيش اي مشكله خالص. جيت هنا بقى عملت هنا بالشوكه بعد ما خلصت كده تقفيل الصينيه، ولو كان في اي حته باينه دريتها تاني بالعجين كده زي ما انتم شايفين. جبت معايا الشوكه كده وببدا ان انا اعمل لها الشكل المعرف بتاع البسكوت اللي احنا بنجيبه جاهز من بره، بسكوت التمر كده بالشكل ده. وما تقلقيش النقشه معاكي مش بتروح ولا خالص، لان عجينه البسكوت معانا مقاديرها مظبوطه مليون الميه، فالنقشه تطلع معاكي زي ما انت لها بالظبط كده. جبت الاسكريفر كده او بالسكينه او باي حاجه عندك، وبتعملي تخليط عشوائي كده على البسكوت من فوق، بحيث ان انت لما يطلع من الفرن تبقى انت مقسماه وتعيدي تقطيع عليه تاني عشان يتقطع معاكي بكل سهوله، ما يكونش معاكي البسكوته شدت معاكي او نشفت وما تعرفيش تقطعيها. فلازم تعملي الخطوه دي كده قبل ما تدخليه الفرن. طبعا هنا البسكوت بتاعنا مش بيدهن اي حاجه من على الوش، ولا حاجه ولا بيض ولا لبن ولا الكلام ده كله، هي السمنه اللي فيه هتخليه ياخد معاكي اللون الذهبي الجميل. هنا بقى هدخله الفرن على درجه حراره تكون 180 او 170 مش اكتر من كده، علشان ما ياخدش معاكي لون بسرعه من تحت ومن فوق يكون لسه ان هو ما استواش معاكي. فهدخله واسيبه كده حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه، وطبعا تكوني متابعاه من وقت للتاني، لان انتوا عارفين ان درجه حراره الفرن بتختلف من فرن للتاني، فانت بتبقي عارفه درجه حراره فرنك وتتابعيه وتبص عليه. لما تلاقيه اخد معاكي اللون الذهبي الجميل ده تطلعيه على طول. انا كنت مدخلاه الفرن الحراري على درجه حراره 180 لمده حوالي 10 دقائق على الرف الوسطاني. لو انت هتدخليه فرن البوتاجاز يبقى الرف التاني من تحت، وهتولعي له تكون درجه حراره متوسطه زي معامله الكيكه، لان دي يعتبر البسكوت من النواعم، فهنعمله معامله النواعم كده تكون درجه حراره متوسطه ما تكونش عاليه، علشان ما ياخدش معاكي لون بسرعه ويكون لسه ما استواش معاكي. احنا عايزين ياخد القرمشه الجميله بتاعه البسكويت. بعد ما طلعته زي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اقطعه بالشكل ده، اعيد بقى تقطيع بالسكينه على الشكل اللي انا عملته في الاول خالص. يطلع معانا بقى الشكل الجميل ده، شايفين بقى النقشه بتاعته ما شاء الله ما بتروحش ولا اي حاجه، لان معانا العجينه مظبوطه مليون الميه، واخد اللون الذهبي الجميل من تحت ومن فوق حاجه كده ما شاء الله. والريحه بقى بتاعت الفانيلا اللي بالبرتقال اللي احنا حاطينها حاجه كده في منتهى الجمال ما شاء الله. والله عايز العظيم عايز اقول لكم ان اجمل واطعم واحسن من اللي بيجي جاهز من بره، ولما تجربيه هتعتمديه، وكمان الولاد هيطلبوه منك على طول من حلاوته وجماله. جربيه وقولي رايك في الكومنتات. بحبكم في الله اجمل اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.